للمدرسة. ضيفنا دلوقتي أول دور اتعرف بيه كان دور تلميذ في المدرسة، والحقيقة أنه هو كان تلميذ شقي جدا، بيتذنب وبيعمل مشاكل ومامته كل شوية تروح للمدرسة. هو دلوقتي طبعا أكبر من السن ده، هو خلص المدرسة ودخل الجامعة، إنما ما يمنعش أنه هو وإخواته عندهم ذكريات كتيرة جدا عن المدرسة ينفع نتشارك فيها في الحلقة دي. مش بس كده، موسم العودة للدراسة مش مدارس بس، ده مدارس وجامعات. أحمد داش وردت عزبة من الروائع زي هستا لا فيستا بيبي، بس دي أسبانيا يا مستر. Are you missing with me boy؟ Who the hell are you؟ في إيه مالك؟ حصل حاجة؟ مش عايز أروح المدرسة دي تاني. النهارده يا احمد مش جاي لوحده، جاي مع دينا وكريم اخواته، يعني احنا معانا التريبل داش، احمد داش ودينا داش وكريم داش. اهلا يا دينا، اهلا، ازيك؟ اهلا، ازيك يا استاذ؟ اتفضلوا. تريبل داش مرحب بيكوا. انت دخلت الجامعه صح؟ انت في سنه اولى دلوقتي؟ دخلت ثانيه دلوقتي. انت دخلت سنه ثانيه. الدراسه ابتدت خلاص؟ بقى لها اسبوعين كده. كليه ايه بقى؟ انا بقى دبل ميجر بزنس وفيلم. اداره اعمال وفيلمينج او سينما. صح كده؟ مظبوط. طيب انت انت الصغير يا احمد. اخواتك كلهم سابقينك في الدراسه. عرفنا باخواتك كده. كريم دينا. كريم طبعا مثلي الاعلى في كل حاجه. يا سلام. ده بجد ولا هزار؟ لا ده انا بديله بس شويه. كريم لسه متخرج من ميكانيكال انجينيرنج. مش مهندس كريم. ودينا بزنس وومن قد الدنيا، واتخرجت من سنتين. وبس اخواتي بقى كلموا هم عن نفسهم. في شريف مش موجود هو. طيب دلوقتي انا عايز اخواتك يتكلموا عنك شويه يا احمد. قولوا لي احمد داش عمل فيلم لا مؤاخذه وطلع يعني نموذج سيء للتلميذ اللي بيعمل مشاكل، يعني هو بقى في الحقيقه في المدرسه كان عامل ازاي؟ ريكا كان مشاغب في الحقيقه، يعني من هو صغير يعني، بس هو كان شخصيه شويه. يعني فاكر مره كنا في المدرسه يعني واحنا صغيرين، كنت انا يعني اللي هو الاكبر منه بثلاث اربع سنين كده، فكنت بشوفه معدي يفضل ماشي كده، هو قصير، هو كده طول يعني، كان قصير قد كده، ماشي وماشي وراه واحد طوله مرتين شايل له الشنطه على الباص مثلا، والواد يقول له يا ريكا مش عايز اشيل الشنطه، يقول له لا تعالى ورايا، ورايح مع الاتوبيس. بس فراح من وهو صغير يعني كان مشاكس، ما كانش انتوا شبه بعض جدا. في الحقيقه يعني في الحقيقه الناس بتلخبط بدرجه يعني مزعجه، بيفتكروك انت احمد داش الفنان. يعني بتصور مع ناس كتير جدا. طب بتصور ليه؟ ما تقولوا انا مش احمد. ما على حسب المود يعني، لو انا مثلا ساعات بيبقى لما بروح مثلا اماكن هو ويك اندز وكده بيبقى ناس يعني جيل احمد اكتر، بيبقى كله بيقعد يبص لي البصه الخبيثه دي، وفي ناس بقى بتيجي لو انت احمد مش احمد، فمش هقعد مع كل واحد اقول له لا انا اخوه. طيب مين اشطر واحد فيكم كان في المدرسه؟ دراسه؟ كريم طبعا. كريم الباشمهندس. لا انا كريم، يعني كريم اكبر مني باربع سنين، فاي مدرس ادخل له يعني كريم سمعه جميله طبعا، فاخوه احمد فتمام، يقعدوا معايا شهر ومكلمين امل. امل مين؟ امي. اسمها ماما يا احمد، اسمها ماما. ازاي حضرتك؟ فيكمل يكلموا امل. اخو مين ده وجه منين وبيعمل؟ انا ما بقعدش، انا شقي. كريم شاطر يعني، كريم هو اللي كان رافع راس العيلة راس الامل في المدرسة، وانت اللي كنت كاسفها. لا انا كنت شاطر بس كنت مشاغب. تمام، ما هي كاسفة برضو يعني. انا مشاغب بس هاجي في اخر شهر هقعد في البيت اجيب درجات. جبت كام في الثانوي يا احمد؟ لا انا كنت IG، انا كنت الاول على الجيزة في سنة 6 ابتدائي، جبت 99.5. طب ده انت ممتاز. سته ابتدائي. وانت يا دينا؟ لا دينا انت اللي كنت في سنه سته، كنت الاولى وحاجه كده، كانت حاجه جامده قوي. ريكا انت كنت حاجه في ثالثه ابتدائي حاجه كده. انا كنت ماشي. مش فاكره جبت كام، بس انا فاكره ان انا كنت في ثالثه ابتدائي، في سته جبت 99.5. متفوقين يعني. ودينا انت كنت اشطر كمان من احمد.
والله اظن انا وريكا نفس ال نفس الليفل شويه. نفس الليفل اه. كريم بيذاكر اكتر قوي. احنا الاثنين بنظبط نفسنا كده في الاخر. كان عندك كام سنه؟ كنت في سنه كام؟ كنت في سنه كام في المدرسه لما مثلت لا مؤاخذه؟ كنت داخل تاني اعدادي. يعني كنت في اجازه اولى اعدادي. طب ودخلت التمثيل ازاي يا احمد؟ اللي انا عارفاه ان اسرتكم ملهاش اي علاقه بالتمثيل ولا اي حاجه. لا انا لا. انا انا ما انا مثلت قبليه. مثلت فيه؟ مثلت قبليه والله، بس هو مش عايز يعترف. انت مثلت القصه دي امبارح وبينكروها عشان عدى عليها فتره، بس هي حقيقه والله. يعني انت اللي دخلت مجال الفن الاول؟ لا مش مجال الفن، هو دخل مجال الاعلانات على قد بس انا سبقته، رحت دخلت انا على الافلام على طول. ايه بقى عملت ايه؟ بس انا كنت بروح معاه وبيعمل كاستنج وكده في حتت مختلفه، فوانا مستنيه بره كان الراجل يخش يقول لي طب ما تعمل خش. فكنت بخش عادي يعني وانا مستنيه بس. وبعد كده مره كلمونا وعايزينكم في فيلم واخو البطل وموضوع كبير قوي، فرحت انا ومامتي دخلنا. فاول ما دخلنا الراجل بتاع الكاستنج قال لي بص انا فهمت ان انت عملت اعلان كذا وكذا 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 وعملت فيلم كذا وكذا، فلما يخش انت عملت الحاجات دي كلها. قلت له تمام. ده بيضحكوا على مساعد المخرج؟ طبعا. فكريم ومش عارف ايه كذا كذا، طبعا قاس معانا في الفيلم. روحنا كان فيلم ساعتها كان اسمه المعديه بتاع هاني عادل ودره، وانا كنت افوت طالع اخو هاني عادل. بعد كده نزل بعديها مثلا سنتين ولا حاجه وانا معرفش باسم، كان اسم فارس احلام. العكس العكس خلاص. كان اسمه فارس احلام ونزل المعديه. صح. بس وانا ما شفتوش ولا حاجه. بعد كده ناس صحابي بقى شافوه قالوا لي ده انت. كنت طالع في ثلاث لقطات، شالوا اثنين، لا في لقطه واحده بس. انا بقول لك مثلا الاعلى. اخويا زي ما ضربتوه في شارعكم هيتاخد حقه في شارعكم. لان الكلب منكم يفقد عقل. اعمل دماغك يا انت بابا عشان تشوفوا. بس نبقى شايفين متحابين متعاونين. الدين لله والوطن للجميع. هو ممكن تجيب درجات بس بتجيب لها استدعاء ولي امر. كتير بقى. اوف كتير. يعني احمد حتى هو كبير لسه كان بيقعد يعمل مشاكل في المدرسه مع مدرسين. كنت مطرود من حصه بلعب بقى كوره في الكوريدور، كان معايا كوره كده جاي وطالع بيعمل بريك وبلعب في الكوريدور. وبعدين كان في احمد الجنايني بيتمشى في الكوريدور وهما بيعملوا كاستنج جوه، هو كان بره، فقعدت العب معاه شويه كده بالكوره. قال لي تعالى تعالى خد خش جوه. فدخلت عملت كاستنج مع مريم ابو عوف وعملت معاه اعلان. اعلان زبادي. كان اعلان زبادي. وبعدين حاجه تانية بقى برضو زقتني، كنا مره بنتسحر في مطعم. وبعدين جالي حد كان شريف معايا، كان انا ساعتها شعري كيرلي كده وكبير، فقال له اخوك ده مش عايز يعمل اعلان. فقام شريف قال له عايز. قال له طب تعالوا لي في عنوان، والعنوان اللي هو اداه لنا كان ساكن في العماره اللي قدامنا، عمارتنا القديمه كان قدامنا. فروحت عملت معاه كاستنج. وبعدين ده وده عملت اعلان في الثاني في الثالث في الرابع، اظن عملت 8 اعلانات. وبعدين جالي مكالمه لمؤاخذه. من بلاد البعيد زاد ولا ميه. باباك عامل ايه دلوقتي؟ تعبان. عيطت عليه؟ لا. انت رايح فين يا هاني؟ هما لقوا ايه كانوا بيقتلونا. ما تعكس السؤال، وليه احنا كنا بنقبل نتعذب؟ وليه اصلا في ناس بتعذب تاني؟ ليه احنا بنتعذب وهم بيتعذبوا ليه؟ عشان كل واحد بيبقى عايز التاني يبقى شبهه. انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي. كده قصرتها قوي. استنى اظبطها لك من ناحيه تانيه. حاسب وجهه. ها؟ ايه رايك؟ انا خلصت. طب انا عايزه اسال مامتكم بقى، بالنسبه لها موسم المدرسه وبعد كده بقى موسم الجامعات كان بالنسبه لك حاجه صعبه بتلخبط حياتك ولا حاجه لطيفه وبتبقي سعيده بيها؟ هو انا عندي 4 اولاد فهو ما فيش حاجه سهله. 4 يعني 24/7 انت مشغوله. بس هم بصراحه الاربعه كانوا شاطرين في المدرسه، والاربعه عارفين يعمل ايه؟ بصورها بس. بصورك. الاربعه عارفين انه التمرين مهم زيه زي الدراسه. ولما احمد دخل التمثيل والاعلانات عارف ان ده زي ده زي ده، فهو كان سيستم واحنا كلنا ماشيين فيه. يعني في الصيف احنا مشغولين وفي الدراسه برضو احنا مشغولين. وبصراحه الاربعه شاطرين، يعني ما كانش عندنا مشكله حد خايب في المدرسه ولا حد نص نص ولا لا خالص. يعني ربنا يحميهم لك، بس هو حمل تقيل يعني 4 في المدارس دي حاجه مش سهله. بصي هما كمان شخصيات، يعني هما مش انت مش بتوجهيهم هنذاكر هننام هنقوم،
لا هما كل واحد فيهم شخصية. مين تعبك أكتر؟ ريك. بصي هو أحمد شخصية جامدة وعنيد. دينا شخصية وانتي بتعجبي بيها، يعني دينا وهي في سنة أولى جامعة جت قالت عايزة تعمل قالت عايزة تعمل داش بيوتي كونفرنس، أول حاجة اتعملت في مصر، عملتها from A to Z. كريم عمري ما شلت همه في أي حاجة إطلاقا. أنا فاكرة مرة كريم خدته كده من نفسي وديته درس ماث، قال لي المدرسة إيه؟ أنا مش محتاج درس ومامي اللي جايباني غصب عني وأنا مش هجوين الدرس، وأخد كتبه وقعد على صفرة جنبي لوحدها واشتغل لوحده. كلمتني الست قالت لي هيز بيرفكت مش محتاج درس. لا أنا ده أنا بعد معلش يعني أنا بعت لها مسج عايز أبعت له مامتي مسج بقول لها أنا عايز أمشي من هنا، فبالغلط بعتها لمدرسة قلت لها عايز امشي. قالت ست كريم انت عايز تمشي ليه؟ قلت لها انا مش عايز انا اقول لك ما شاء الله. بسنين بقى دلوقتي يلا جامده جامد برافو بجد كويس. ايه الفوبيا اللي عند ريكا؟ اكتر حاجه بيخاف منها؟ في حاجه في مخك؟ بص مبسوط ازاي في حاجه في مخك؟ حاسس بزراك. لا انت مش هتغشي ايش بقى ضغط بقى. ايوه لا يلا على طول مفيش مجال، وروني كتبتوا ايه. الاماكن المغلقه ماما اكتر حاجه بخاف منها ماما. ما جاش كده معلش الإجابة الصح. بس السؤال كان فوبيا. الاثنين مش صح، بس لو هتبقى اقرب يبقى ماما اكيد. ماما اكيد. احمد داش لو ما كانش اشتغل ممثل كان هيشتغل ايه؟ اقرب وظيفه له معروفه بقى دي. انت بتغش ايه يا كريم؟ ما اشوفها تكتب ايه. لا هو كده كده عارف الاجابه. لا بص ما هو عايز برضو ياكد. انا خلصت. لا هو خلص مش هيغير. كل ده بتكتبي ايه يا دينا؟ عندي اجابتين. لا ما هو ينفع. لا 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 اجابتين. طب خلاص خلاص اوكي. لا سيبي الاولانيه عشان شفتها من غلط. لا اوكي جاهز يلا. بصي مسحت اللي كانت كاتباها. اوكي لاعب كوره هنا ايه؟ فوتبولر. لاعب كوره. لاعب كوره دي اجابه صحيحه. احمد داش مين مطربه المفضل؟ مستحيل. اللي كان اسمه ايه؟ عربي مطرب عربي. مش مطرب عربي مفضل؟ مش روسي اكيد. انت شفت كتبت ايه؟ انا كتبت ايه ده؟ انا كتبت ورد ومنير. الاجابه صح. بحب محمد منير قوي. يعني لحد كده 15 سنه كنت بقى ايه محمد منير بقى. كنت بحبه قوي. ايه اكتر اغنيه مهرجانات بتظبطوه بيغنيها او بيسمعها؟ ما اعرفش اسمها. دي اللي بتقعد تعمل فيشن اكسبريشنز غريبه دي اللي هي ايه بقى؟ قولي يا كريم. ايه ده؟ ايه مهرجان يا لهوي؟ ايه ايه ده؟ دي معروفه قوي. ايه؟ ايوه نهايه العالم. ديابه السته نهايه العالم. ديابه السته. هو في اغنيه اسمها ديابه السته نهايه العالم؟ لا الست ديابه دول الست ديابه ده الجانج ده ال الباند الفرقه يعني. فرقه الديابه السته اغنيه نهايه العالم. نهايه العالم. لا لازم تعرفوني ايه الاغنيه دي؟ لا دي مشهوره يعني هم اشهر ناس بيغنوا. الاغنيه بتقول ايه؟ الست ديابه راجعين هيغنوا. لا لا علي صوتك عشان اسمع. فتحوا كتابهم هيقروا منه اول صفحه عن الدخيل. دخنوية. دخنوية.
لا الست ديابه. ايه الست ديابه دول عظماء؟ الست ديابه دول عظماء طبعا. طيب اخيب ماده كان فيها احمد داش في المدرسه؟ لا ده بيغش من بعض على فكره. ايه طب استنى الكيمياء؟ غير استنى غير لا لا العربي. طبعا ايه حرام عليك العربي العربي ولا الكيمياء؟ لا الكيمياء طبعا. اه مالكش في الكيمياء. مين اكتر ممثله احمد داش نفسه يمثل معاه؟ يلا دي مش متاكده بس حاسه مو انا برضه. ايه ده انا كنت هكتب كده. مين ساندرا دي؟ ساندرا بولو يا اخويا والله العظيم. والله كنت منى هكتب منى زكي. اي هي جابته صح. منى زكي اجابه صحيحه. عشان برافو برافو والله كنت هكتب منى زكي. ايه اكتر عقاب كان بيقدر احمد داش وهو في المدرسه؟ ماشي خلصتي؟ حاسس عنك نفس الحاجه. ايه ممنوع التمرين. اي انا برضه كده ممنوع التمرين. ممنوع التمرين صح. بس فرقتش بتحصل كتير دي كانت بتحصل يعني. ايه اكتر حاجه بتضايقها بتضايقك من مامتك؟ لا مفيش والله ست زي كل حاجه زي السكر. عايز اسالك لما بيبقى احمد عنده مشكله بيشتكي لمين من العيله؟ على حسب المشكله بصراحه. بس يعني مشكله عاطفيه. عاطفيه؟ يلا انا مش عارفه احمد. بص قاعد تحس ان هو ايه كاتبه اسمك دينا بيخبي بيخبي. احب اقعد مع نفسي كده اخد وقت دي مع نفسي. كريم دينا واحمد داش ثلاثة كانوا متفوقين في المدرسة ما شاء الله وبيكملوا حياتهم بشكل تاني بتمثيل بفيديوهات بهندسة ومعاهم مامتهم أمل والشريف اللي مسافر. قالت لك شريف. كل سنة وانتم طيبين. أحمد داش كريم داش ودينا داش كريم داش وعودة من المدارس للجامعة. يلا عشان نروح المدرسه. ليلي انت في سنه كام دلوقتي؟ عشان خاطري يا ليلي شكلنا هيبقى حلو يا ليلي. عشان خاطري يا ليلي. انا حاسه انه فوله واتقتلت من سنين. مش متعود. مش متعود حضرتك ليه؟ انت اردنيه مصريه ولا سلايم وما سلايم ويتعمل ازاي وما بيتعملش ده وبكره بكره بكره. ليلي انت بتعرفي تمثلي زي ماما؟ هما كلهم دخلوا جامعات ما شاء الله ما شاء الله. انا كان لازم ادخل جامعه خاصه عشان مجموعي كان عالي جدا جدا. انتي صغيره بتستخبى في حتت انا ما بعرفش اشوفها.